كابتن طارق حسدناك ولا ايه؟ كابتن طارق كابتن طارق يحيى على التليفون حسدناك ولا ايه؟ ازيك يا حمد الله؟ ازي حضرتك؟ من الحج انت راجع من الحج و... و... انت حجيت كام يوم؟ خمس حجيت كام يوم؟ طارق يحج انا سافرت يوم 15 وجيت 26. حج مبرور يا رب، ربنا يتقبل يا رب باذن الله تعالى. الله يخليك يا حبيبي. مبروك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. ربنا يتقبل ان شاء الله. كابتن حماده منورين. كابتن طارق الله يخليك يا ابو الكباتن. قول لي حسدناك، يمكن قلنا فرقه بتروجيت شكل تاني خالص السنه دي، يعني اداء ولعب ونتيجه ومحاوله فرص ورجوع للمباراه وبتلعب فرق كبيره، والمفروض انها خاضت ثلاث مباريات، ما فيش اصعب من كده، زمالك اسماعيلي مصري، فطبعا مع تقديرنا بالتاكيد لحرس الحدود، لكن في النهايه عايز اسمع راي حضرتك كابتن يحيى. كابتن طارق. لا والله يا سيد، انا النهارده الحقيقه اتفاجئت باداء الولاد، يعني ادائهم النهارده الحقيقه ما كانش على المستوى المطلوب خالص، يعني كان في عدد كبير جدا من اللعيبه خد الخط الامامي كله الحقيقه كان في حاله يعني سبات، يعني حاله نوم كده، ركود، ما تفهمش، ما فيش السرعه المطلوبه، ما فيش الضغط اللي كنا بنعمله، ما فيش الجمل اللي بتتعمل، ما فيش السرعه في الاداء، السرعه في التحول من الدفاع للهجوم والعكس صحيح، ما كانش في كلام ده الحقيقه. اثرنا بشكل كبير جدا خط الظهر، بس هو اللي كان في حاله بدنيه وفنيه كويسه، لكن للاسف شديد حتى النص ملعب ديفندر الاثنين ديفندر ما كانوش قادرين. حاولنا ان احنا نعدل تغييرات بدري شويه النهارده، لكن للاسف برضو ما قدرناش نوصل لنتيجه اللي احنا عايزينها. احنا بنلعب بثلاثة بونت، كنا مسيطرين، الاستحواذ كان لينا معظم فترات الماتش، لكن للاسف الشديد ما قدرناش نخلق فرص كمان، يعني حتى هي فرصه او اثنين فقط، واحده لمحمد واحده لبيكلي، لكن كان المفروض نخلق فرص اكتر من كده مع فرق كبيره، خلقنا اكتر. وده يوم ما بيبقاش المدير الفني او الجهاز الفني اجمع مش عارف يعمل ايه، يعني انت بتتكلم بيبقى يوم كده وعطل فني في الاضاءه، اثر ولا الدنيا من وجهه نظرك اليوم كان بعيد كله من اول لاخر؟ لا والله يا كابتن سيد، يعني احنا كنا قبل حتى العطل الفني بتاع الاضاءه ده كنا ماسكين كوره، وبرده بعد العطل الفني مسكنا كوره، لكن ما قدرناش نروح للمرمى، يعني في حد محدود دافع بشكل كبير واعتمد على الهجمات المرتده، وطبعا كان في عدم توفيق كبير جدا لبعض اللعيبه، زي ما قلت لك اللعيبه كان هربانه منها الفورمه الحقيقه النهارده. انا بحييك والله والله بحييك جدا كابتن طارق يحيى، دي شجاعتك، وده طارق يحيى اللي كل الناس عارفاه، يعني في مدربين بتدي لنفسها مبررات في اي يوم، وبتروح لتحكيم وبتروح لاضاءه وبتروح لملعب، فبحييك كابتن طارق يحيى، كل التحيه والتقدير ليك، وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. عامل فرقه مش هنغير راينا، لان احنا في الاخر انت ناس مهنيه، ناس حرفيه، ناس لعبت اللعبه دي قبل كده، فعارفه كويس قوي، تعرف تقيم لاعب، في فرق ما بين حاله اللاعب وامكانيات اللاعب، فممكن تكون حالتهم النهارده مش كويسه لكن امكانياتهم وقدراتهم. شكرا كابتن طارق. شكرا. طيب احنا بكره عندنا ماتش واحد، فهنتكلم في اختار